يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم رمي النوى أي نوى التمر في الزبالة؟ لأن بعض العوام يشدد في ذلك ويؤثم فاعله، ويقولون إن عمر رضي الله عنه كان يلتقطه من الأرض فيرمي به في بيوت الأنصار، ما الحكم في ذلك؟ أنا لا أعلم هذا عن عمر، ولكن إذا كان ينتفع به، إذا كان النوى ينتفع به يعطى للبهائم فإنه لا يهدر، لأنه من المنافع. أما إذا كان لا ينتفع به فلا بأس بإلقائه في أي مكان. نعم.